بونجور، مرحبا بكم مره اخرى في الماتينا. رجعنا مع البوتي والدنيا مع مدام محاسن. اما اليوم مدام محاسن مش معانا، معانا نعيمه اللوز اللي باش تورينا كيفاش نجموا نعملوا ظوافرنا بتكنيك جديده. شنو التكنيك؟ نشوفوا مع نعيمه. بونجور نعيمه. بونجور، صباح الخير فاطمه، مرحبا بكم. اليوم عندنا تكنيك جديده نتاع اكريجيل، باش هذه تكنيك مخلطه اونتر ريزين وجيل، ما تفسدش الصفار وتحطهم يطويلوا بالباهي معناتها من غير ما تفسد. دونك باش نبداو ننظفوا الفرن ونحضروه، بعد نقيسوا ناخذوا فرن نقيسوه على اللونغ ناتوريل ونعبيوه بالاكريلي ونحطوه يشيح. باهي، قداش تقعد التكنيك هذه؟ دي مينوت. دي مينوت، باهي بعد دي مينوت نرجعوا لكم. قبل نرجعوا واحد على الشيف. مرحبا بكم فاطمه. دونك الساده المشاهدين التحقتوا تو بالماتينال، احنا قلنا اليوم باش نحضروا مقرونه بنينه برشا باش نعملوها بالكعبر نتاع السردينه، لكن قبل نحب نوريكم انا كيفاش نحضر الماريناد نتاع الدندون هذايا اللي باش نطيبوه ان شاء الله غدوه للناس اللي تحتفل كيف ما قلنا بالنوال. دونك انا باش ناخذ صحفه هكا كبيره نحط فيها شويه خل ابيض، خذوا النوعيه اللي تحبوا عليها من الخل، انا نحب خل التفاح، دونك نحط كميه باهيه من الخل. باش ناخذ معاه زيت زيتونه زيان، ثم اللي يقول الماريناد كي تعمل فيها الزيت لفاحات ما تدخلش قلب الدجاج والا قلب اللحم اللي تحب تعمله. انا زيت نحب نعمله هنا باش يكون اروم في حد ذاته فاح، معناه انا نحبه هو يدخل في قلب الدجاج نتاعنا. دونك هكا مع زيت زيتونه باش ناخذ شويه ثوم فورنيتو، هكا ناخذ معاهم فلفل اكحل، وباش ناخذ معاهم هنا شويه كليل وزعتر، هذوما لي فينزيرب اللي باش يفوحوا لي الداند نتاعي بالكدا بالكدا. تنجموا هنا في عود تحطوهم هكا شايحين، تنجموا تاخذوا عود كليل اخضر، عود كليل وزعتر، هذوما زوز يكونوا خضر، تحطوهم في وسط الماريناد مع الزيت، هو تا يخرج الرائحه نتاعهم ويعديها للدجاج. دونك هنا ناخذ كركم، هذايا الكل نخلطوا من غير ما نزيدوا ملح. انا الملح ما نزيدش في الماريناد خاطر ديجا يضرب لنا الفيبر نتاع اللحم نتاعنا ويخرج الماء نتاعو الكل يولي شايح. دونك ما تحطوش في الماريناد الملح حتى جرام. هذايا الفحات تنجموا انا تزيدوا معاه ميروبوا، ميروبوا معناها شويه براسيا، شويه بصل، شويه ثوم، سنون ثوم كيف ما هما، شويه سفناريا تتقص مكعبات، فلفل اكحل كعب يتحط زاده تنجم تحطه معاه، تنجم تحطه معاه عرش نتاع كلافز تقصوه جيد، معناها هذا فاح اخر ينجم يقوي الطعمه البنينه نتاع الماريناد نتاع الدجاج نتاعكم. هكا هذايا الترنيخه ندهن بها الداندون نتاعي بالكدا بالكدا ونخليه يترنخ فيها 12 ساعه ليله كامله. من غدوه كي نفيق نحطوه في الكوشه. طبعا نعطيكم غدوه، احنا غدوه باش نطيبوه نعطيكم التفاصيل نتاعو اكثر، كيفاش باش نفوحوه، كيفاش باش يدخل الكوشه، وقداش تمبيراتور. دونك هذايا مهم برشا غدوه مع بعضنا باش نشوفوا هالدندون المزيان والبنين اللي من عند مليحه ودتنا به في نوال. دونك هذايا الترنيخه نتاع الدان. تو باش نتعدى للمقرونه. شنو عملت انا؟ خذيت شويه زيت زيتونه بيولوجي حطيت فيه كعابر نتاع سردينه، السردينه نحي لها الشوك نتاعها، نظفها، من بعد نقصها بسكينه جيده نفرمها بالكدا بالكدا، معاها شويه معدنوس، شويه ثوم فرنيتو، ملح وفلفل اكحل، تنجموا تزيدوا كما انا عملت هنا شويه هروس دياري من عند عبيده، ونكعبروها كعبرات صغار ونقليوها في الزيت هكا، شدت روحها كعبت السردينه نتاعنا. توا باش نحضر كريم، كريم اللي هي الصوص اللي باش يطيب فيها هذايا الكل، خذيت انا شويه فلفل احمر هنا قرون، وشويه طماطم حطيتهم مع بعضهم باش نزيد عليهم مكونات اخرى. ناخذ شويه هروس، عندي هنا شويه هروس دياري من عند عبيده، نحطه هو في قلب الكريم نتاعنا، نحط معاهم شويه ثوم فورنيتو هكا، هذوما يلزمهم ليكيد باش نزيد معاهم هنا شويه زيت، مش برشا خاطر انا خذيت شويه زيت قليت فيه السردينه، باش ناخذ شويه ماء ونزيد عليهم شويه طماطم
حكا كان تحبه، والا شويه صوص طومات هذيك الحاضر باش من عند عبيده اللي هي صوص معدل البيتزا. انا ما نحبش الزعتر مع الواحد والحبق مع الصوص المكرونه، هذاك علاش نحب ناخذ كونسونتري طومات من عند عبيده، لونه مزيان وبيان كونسونتري، يعطينا نكهه بنينه في المكرونه نتاعنا. هذايا الكل باش نرحيهم مع بعضهم، ناخذ ماكينه هكا ونسيسهم بشوي بشوي ليل تولي عندي صوص. دونك هنا شوفوا الطماطم الفرشكه والفلفل فيهم برشا ماء، دونك هذاك علاش انا ما زدتش ياسر ياسر كميه الماء نتاعي. هكا يترحاو يدشوا الطماطم، اللي يحب طماطم خضراء وما يكونش فيها القشور نتاعها ياخذ شويه ماء سخون يحط فيها طماطم يخليها شويه، من بعد يخرجها ويقشرها ويرحيها مع الفلفل والمكونات اللي احنا عملناها. هكا هنا باش نزيدهم شويه حبق اخضر للصوص هذيا، تجي ياسر بنينه ريحتها خارجه وهي نيه الصوص ما نحكي لكمش. دونك ما بالكم كي تطيب مع السردينه البنينه والفرشكه، في تونس ما شاء الله عندنا سردينه بزايد، دونك حتى السوم بارابور انواع الحوت الاخرى ما هيش غاليه مالغري قيمتها الغذائيه طياره وبنينه برشا فيها الاوميغا 6 دونك اللي هو باهي للشرايين تاع الدم تاعنا. هكا الصوص هذه باش نخليها انا، شوفوا الكريم كيفاش لونها ماهوش غامق برشا، خليها تطيب شويه، نحط لها انا شويه ملح كثرش خاطر الصوص حاطينا فيها، شويه فلفل اكحل ونزيدها هنا شويه ثوم من عند فورنيتو هو اللي باش يعلي لي النكهه تاع صوص المكرونه. هكا نخليها تطيب شويه الصوص ومن بعد نعدي في وسطها. انا اخترت اليوم مكرونه بنينه من عند ورده فيوري، الفيوري هذيا كما قلنا معدينها من قالب برونز يبدا يخلي فيها تجويفات، التجويفات هذيك تشد الصوص وتبقى المكرونه نتاعكم بنينه وما تشيحش خاصه، هذيا الميزه نتاع الجام لو غورموند من عند ورده. دونك هكا المكونات هذيا الكل، باش نزيد عليها انا المكرونه اللي هنا حطيناها تطيب من عند فيوري. الصوص ما تاخوش برشا وقت باش تطيب ليجيرمون، نحطوها على السخانه السردينه كيف كيف، دونك ماذا بيكم المكرونه زاده تطيب شطر طياب ماهوش برشا باش ديما اقل سكر فيها وتبقى سهله في الهضم نتاعها برشا. يقول لك المكرونه كي تكون شطر طياب تقلق تقلق، غلط، راهي المكرونه كي تطيب برشا هي اللي يولي الهضم نتاعها صعيب. دونك هكا شوفوا هنا مكرونتنا المزيانه من عند ورده كيفاش، كيما النواره الصغرونه الفيوري هذه. دونك سي بون نخلطوها مع المكونات الكل ونسربيوها وهي سخونه. دونك بعد شويه نرجع مع بعضنا نشوفوا بقيه الاطباق، لكن باش نخلي الكلمه للشيف فتحيه تحكي لنا على الجينواز البنين اللي باش نعملوا به لي جاتو اللي هما موجودين في نوال وفي راس العام. صح عندك باش تهرب به. لا ما ننسكش. هربنا الكل. خفتوا الكلكم. وين غزرت تراها فوتني. انا باش نعطي التكنيك نتاع الجينواز. الجينواز راهي هي ديما تمشي فيها مزيغ ما تتبدلش. ديما جينواز الباز نتاعها هذيك معناها 32 عظمه كيلو سكر كيلو فرينه تمشي هكاكا. الوغ انا باش نعمل ربع اللي هما 8 عظمات نص رطل سكر نص رطل فرينه زوز باكويت فاني سمارتشيف. خذيت الفرينه ورده البيضه العاديه على خاطر نحبها مخدومه بالفرينه ورده بيضه عاديه. كي نكسر العظم انا جينواز باش نضربها على الباماغي. الباماغي راهو وقت نقولوا باماغي ما يلزمش القاع نتاع الشقاله لوطاني تحت الشقاله لو فون ما يلزمش يمس الماء السخون. الباماغي راهو الهواء السخون اللي يطلع في جناب المعون نتاعي. اذا كان وصلت الماء مس المعون نتاعي اللي انا نركض فيه راهي تولي تطيب ما عادش باماغي تولي السلعه نتاعي اللي في الاباغي نسميها اباغي اللي هي العظم والسكر يطيب ما عادش يطلع في الكوشه. وان بليس جينواز راهو اللي يقول جينواز اللي هي خبزه مركوضه اللي يقول لكم حطوا فيها خميره. انا نحب الخميره سمعت شافوي لكن في الجينواز عمركم ما تحطوا خميره وتو تشوفوها راهو التكنيك كلها في الركضان. ركضان الجينواز والخدمه نتاعها هي اللي تطلع والا تطيح الجينواز نتاعكم. الوغ انا باش نحط زوز باكويت فاني سمارت شيف، انا يداي بالعظم ما يحبوش يقصوها وقصيت سيي. ما تحطوش السكر توت سويت خاطر كان حطيتو السكر توت سويت
العظم يطيب، الاصفر بتاع العظمه يطيب، السكر بارد ياسر يبرد اصفر العظمه. تحاولوا تخلطوها، تكسروا اصفر العظمه بالفوي نتاعكم قبل، ومن بعد اون فوا حطيتوا السكر ولا تحطوا، تنقصوا النار على الاخر في الماء يغلي تحت الطنجره نتاعي. وقتها نركض الجينواز، نركضها حتى لين تولي تبياض. كي تسخن هي وتتركض يلزم من بعد ان نركضها حتى لين تعاود تبرد، باش نحط لها وقتها الفرينه ونوريكم وقتها كيفاش تعديوا الفرينه نتاعها باليد ولا بالفوي الصغير. حسلوا كل واحد وشنية التكنيك نتاعو، مي انا نوريكم كيفاش تحطوا لها فرينتها وتجيكم خبزه عاليه منفجه مهويه وما يلزمهاش برشا معناها خدمه. فوالا هذايا جينواز. يعطيك الصحه شيف فتحيه. دونك هذايا جينواز اللي قلنا عليها تكنيك هي اللي تنجح الخدمه في الكوجينه والا تفسدها. دونك احنا نحاولوا ديما نعطيكم لي زاستوس الصحاح اللي تخدموا بهم في كوجينتكم، ونودوكم ولنشاهوكم من كوجينه الماتينال. دونك ساده المشاهدين، هذايا الجينواز كيف ما قلنا راهو الكوجينه تكنيك اكثر من كونها تاخذ وصفه بركه وتحاول تطبقها. احنا نحاولوا ديما نعطيكم لي زاستوس اللي تنجحوا بهم الوصفات في دياركم. احنا زاده من كوجينه الماتينال اكيد نودوكم ولا نشاهوكم، راهي حاجه بنينه وخارقة العاده. فاطمه سيدي ديما فاطمه شهاه ما نوديهاش ما تخبط على شيء في الاخر نعرف. دونك وزادة كيف كيف كيما برشا ناس يبعثوا لنا دي كومونتير يقول لك وين الغوسيت وين الغوسيت. دونك ما اكثرش من هكا دلال يظهر لي هكا وريناكم بلي زيتاب الكل شنو هما ليزيتاب اللي نجموا تخدموا بهم لي غوسيت هذم. نرجع توا بحذا نعيمه اللوز ونشوف الظفر شنو حوالو. نعيمه توا عملنا الكولور نتاع الظفر بعد ما عملنا الجيل واخترنا له ان كولور غري، وفما كل واحد شو يحب لي كولور شو يتي. وعملنا ان ستراس 3 دي اون فا ميتر لو توب كوت اي سي فيني. حطوا لا توب كوت يشيح. توري الكاميرا الفر نعيمة. اي كاميرا مان صح. قداش تقعد تويك الصفر هذا قداش يقعد؟ اليد كلها مش الصفر. الصفر الضويف هذا قداش يقعد؟ ساعة ونص نورمالمون لي دوما. قداش؟ ساعة ونص. قداش؟ قداش باش نعاودوا نعيمة؟ 3 سيمين دو في نتاعهم. 3 سيمين ونعملوا غومبليساج. 3 سيمين ونعملوا غومبليساج. ميرسي بوكو نعيمة اللوز. احنا نمشيو كيما عودناكم فما روبيك قارة نتاع فلاحة، نشوفوا شركة سازم شركة البذور الممتازة. رفيق بوسالمي فلاح منطقة بوسالم. انطلقنا في عملية الحصاد نهار 20 جوان 2018. بدينا بالقمح الصلب الفاريتي بورتو دور في منطقة البير الأخضر. فهمني عطاتنا 60 قنطار في الهكتار. فهمني واليوم هاكم جيتوا هنا نحصدوا زاد كيف كيف، بقية في منطقة أخرى منطقة سيدي علي جبيني هذايا. يعني كيف كيف نفس الصنف هو البورتودور قمح صلب. والله الصنف هذا الحاجة الباهية فيه أو الباب السيكل نتاعو قصير شوية باهي. فهمني نبعد على كليشوداج اللي يقع في مواد مي ما كلش هيلي، وحتى في التبن تاع رعاتي 230 بالة تبن. الحق الأصناف هذية فيش باهية في معناتها الإنتاجية نتاعها، معناتها دي روندمون باهيين. نفس الخدمة اللي تخدمها مع لي فاريتي لوكال كي تلقاها مع لي فاريتي هذوما ديما عندك زيادة الحق اللي تشجع فهمني باش الفلاح يخدمها. الحاجة الباهية زادة من نهار نبداو الزريعة، نهار نجي ونعمل الكونترا ونهزوا الزريعة تبدا عملية المتابعة من وقت من الدونسيتي دو سومي من الفون الفيمير دو فون تتحط. الحق ثم دي تكنيسيان اللي يتبعوا فينا ويباشروا في العمليات محسوب في الشهر اقل شيء مرتين ثلاثه في الشهر. الاصناف هذه الحق ما فتنيش 160 170 كيلو في الهكتار، وتلقى اللي هي في التجدير باهي. الامراض تو اللي فاريتي لوكال وصلوا اذا كان ما تعملش دو تريتمون تنجم ما تحصل حتى شيء.
لي فاريتي هذوما بون احنا السول تريتمون اللي عملناه تيتي بريفونتيف معناتها حبينا نحميو رواحنا وكاو اما ما كانش تتطلب هي تريتمون اللي اذا كانت تحب تحقق الاكتفاء الذاتي تصرف على اصناف تنتج والدعم اصناف تنتج. جلال بريكي فلاح منطقة البيل الأخضر أبو سالم. زرعنا لفاريتي كاريوكا عام الثالث في تجربتنا مع شركة سوزان. مبدئياً يتصوروا أن يتكهنوا حكاية مردود تاع 70 كونتار هالكتار وعنده مفعول بالنسبة للقمح هذايا كي تلحاه في الطاحونة يعطي نوعية باهية تاع سمير وتاع سورتو تاع سمير خاطر نحكيو على قمح سلم. دونك هذا كله مناش يجي من نوعية البذور الجيدة اللي قاعدين يبيعونا فيها شركة سوزان افيك ان سافوار فير معناها باكيتج تكنولوجيك جديد. دونك انا نشجع وننصح الفلاحة توجهوا شركة سوزان وباش يقتنيوا البذور هذه كل واحد حسب المنطقة اللي فيها وحسب المعطيات تاع المنطقة اللي يتعامل فيها الفلاحة. وبالنسبة للإرشادات سوزان بتبركل عليهم هما يتبعوا الفلاح من نهار الزريعة لنهار الحصاد وهاو بحضوركم انتوما اليوم احنا اليوم توكلنا على ربي في الحصاد هاك تشوفوا جماعة سوزان بحذانا يتبعوا في الرجلاش على الماكينة. محمود باشا فلاح من منطقة سوق السب جندوبة. اليوم باش نحكيكم على تجربتي مع سوزان اللي هي تجربة فريمون أقل ما نجم نقول عليها هي تجربة هايلة برشا سيرتو سور لو بلون كاليتي معناها دو سومونس و كاليتي دو ريكولت معناها ديما ريكولت باهية تفوت المعادلات برشا نتاع لي سومون ستاندار. زرعنا سكولتور زرعنا ازمير زرعنا مونستير وديما شاك فوا معناها اللي نزرعوها ديما برغم عمناول مثلا زرعنا ازمير وكان عام جاف جدا جدا ومعناها فاتت الاربعين سي معناها تسمى باهية وزرع بجنبها فاريتي اخرى ستاندار فاريتي اكس نقولوا بجنبها بالضبط فرد دونتيسيدون فرد كل شيء فرد خدمة. الإكس ما عطاتنيش حتى على 18 والإزمير تبارك الله معناها في الكارون. السنة عملنا تجربة في القصيبة أسافوار زرعنا شابيلا وسيتي فريمون روندمون شوك على جميع المستويات سير معناها على مستوى التبن على مستوى السومونس الزراعة التبن فاتت محسوب بال 550 الجران روندمون في ال في 55 برسك في 55. سعداء باستقبال سي سامي طرابلسي اللي هو صاحب فكرة مسابقة لاختيار النساء المتميزات في مختلف المجالات بيان سور بمساهمة ارفيا هكا ولا بالضبط. شنو سي سامي؟ ربي يخليك يعيشكم. انا نحب نوجه لكم تحية خاصة وللماتينال على الاهتمام بالتظاهرة نتاعك. ميرسي بوكو سي سامي. ما قبل كان تسمح نرجع بحذا للشيف. تفضل يا شيف. مرحبا بك فاطمة. دونك السادة المشاهدين كيف مرة أخرى في كوجينة الماتينال أنا باش نحاول نقدم لكم وصفة بنينة برشا وسهلة وخفيفة وصحية هي سلايطة اليوم باش نعملوها بالطماطم وجبن التستوري معاهم اخترت الخيار اللي توا موجود بوفرة. لكن قبل نحب نشوف الجينواز وين وصلت. الجينواز اغزر لها ايوب هذايا اللي يسميوه غوبون اللي هو وقت اللي تعدي الفوي هكايا يخليها مواجه مواجه مواجه. انا كملت ركضة الجينواز نتاعي نحي الفوي ما اكثر حسو ما نحبش الحس بتاع لي زاباري يا عايشك يا ايوب. ناخو النصرطة الفارينة نتاعي ما تحطوهاش فرد ضربة يلزمها حتى تكون مغربلة. أنا اخترت فارينة وردة وهي مغربلة ونظيفة لكن يلزمها تكون مهوية يلزم يدخل الهواء في وسط الفارينة. ناخو المصفى نتاعي وإلا الغربيل ونغربلها فوق وجه الجينواز وجينواز ركضتها على الباماغي حتى لين سخنوا الجناب نتاع السحفة وقت نحس السحفة جنابها سخنوا نخرجها من الباماغي ونقعد نركض فيها لبرا حتى لين تبرد. انا جنابي سخنوا خرجني من الاستوديو. انت كي تبرد السحفه نتاع معناها من في الركضان معناها راهو الجينواز ضربت وتولي تعمل الغوبون تاخذوا اما الفوي والا حتى مغرفه لوح حتى مغرفه هكا كل واحد شنو عنده. احنا كي تبدا كميه كبيره هذاك علاش يقولوا لنا لازم يدينا نظاف
نغسلوهم حتى للمرفق ونضربوها هكا صوابعنا محلوله ونبداو نخلطوا فيها وهي مهويه ونبداو نعس على جماعه الجيال يخلطوا علينا. لا لا يخلطوا حتى يخلطوا يقاو يدينا حتى مرافقنا عريه ويدينا مغسوله حتى للمرافق وتتخلط كان باليد. نخلطها ونبدا ندور فيها هكايا كوسوسوا بالمغرفه اللوح والا بالفوي والا بيدكم. المهم التدويره هذه هي اللي ما تخليش جينواز لا تعمل كعابر لا تطيح لا حتى شيء، معناها ما يصير لها حتى شيء. تشوفوا فيه كيفاش كل مره حتى كان مغرفه لوح المغرفه تدوروها وتهزوها وتعاودوا تهبطوها بالسياسه في وسط العظم باش الخلطه اللي خلطتها ما تيحش. اذا كان ما عادش نشوف في فارينا في قاع المعون متاعي معناها راهي جينواز تخلطت. شفتوني شنو حطيت فيها؟ 8 كعبات عظم مليحه، كعبتين سكر فاني سمارت شيف، نص رطل سكر عادي ونص رطل فارينا ورده بيضة عاديه. توا هذيا تزوز الكوشه في 180 تقعد الطيب وقت اللي نرميها في 180 نخليها درجين ومن بعد نقصلها النار 160 تطيب في 160 حتى لين نشوفوا قلبها طاب تطلع خبزه منفجه. والمول بتاعي دهنته بشويه زبده معناها والا نجموا نطيبوها على الكاغض اذا كان باش تعملوها ورق ورق. هذه تجي هي اصل الجينواز هي هذه. فوالا هذاك اش حبيت. فما عباد تحط لها ماتيغ غراس يحطوا زبده يحطوا، انا ما نحط لهاش حتى شيء. راهي الجينواز الخفيفه هي هذه اللي يسميوها خبزه الهواء معناها خبزه مركوضه هي هذه. يعطيك الصحه شيف فتحيه. دونك هذايا جينواز انا باش ندلل عليك من بعد مدلي طريف جومبون دو داند من عند مليحه من غادي. قاعد نحضر في السليطه نتاعنا، قلنا اليوم السليطه باش نعملوها بجبن التستوري اساسا. اخترت معاها باش نعمل شويه طماطم وشويه خيار. الحجم نتاع قصان السليطه انا نخلي لكم الاختيار ليكم مفتوح، تنجموا تقصوا الاحجام اللي تحبوا عليها. شوف هنا انا اخترت الاحجام اخذت مكعبات، دونك انتم تنجموا تقصوا حتى دي ميرونديل كيف ما تحبوا انتم. تاش هذيا ديما تردوا بالكم ما تعطيهاش للصغار على خاطر فيها سكينه، دونك ماذا بكم الحاجات ما في السكينه كيما قبيله مدام فتحيه حضرت لي بالميي هذوكم شو اسمه السابان. نجم الصغار يشاركوا فيها في الفتلان نتاعها تجي حاجه مزيانه وهما يعملوا جو في هالمناسبه نتاع نوال. دونك هكا ناخذ انا مكعبات جبن نزيدهم مع الطماطم والخيار اللي قصيتهم نفس الحجم الكل باش حتى على الجانب الجمالي تجي حاجه مزيانه. دونك هكا هذا جبن والطماطم والخيار. ناخذ هنا شويه جامبون، جامبون دو داند والا جامبون بولي كيف ما تحبوا انتم من عند مليحه والا سوسي سالاي زادت نجموا تعملوا يجي خارق للعاده في السلطه هذيا. ناخذ نحي الغلاف البراني نتاع جامبون هذيا، من بعد ما نحيلو الغلاف ديما نرجع في الفريجدير سلفيغيزي معناها نرجعوا بالسيلوفان نتاعو باش نجم نحافظ عليه عمر اطول. دونك هذيا الجامبون نتاعنا نقصوه زاد هو مكعبات ونحطوه في وسط السلطة مع بقية المكونات يجي خارق للعادة. السلايد ديما اختاروا أنواع الخضر أنتم اللي تحبوا، تنجم هنا زيد شوية ميس، تنجم زيد فاريونت كما أنتم ما تحبوا، زيتون، كل واحد واش يشتهي في السلطة متاعه. وأنا ديما نعطيكم حاجة متاع باز، تنجم هنا زيد حتى مكونات طيبة كما اللوبيا الخضراء وإلا البطاطا. أش ما تنوع الخضرة أش ما خير وأش ما أبن حتى في العين أزين. دونك هذه المكونات نتاع السلطه نتاعنا. نكمل انا جامبون يتحط مع الفروماج والطماطم اللي قصيناهم. هذه فاحة باش يكون سهل برشا ما فيش حاجه صعيبه، شويه ملح شويه فلفل اكحل ما نكثرش ملح خاطر الجامبون ديجا فيه ملح وفلفل اكحل، ونزيدهم عصيره قارص وشويه زيت زيتونه بيولوجي من عند الزيان جي حاجه خارقه للعاده. ما اسهلش من هكا سلطه في بالي، دونك ما تاخذ لكمش وقت، في وقت قياسي تكونوا حضرتوا سلطه بنينه وبمكونات ياسر صحيه وخاصه نشتهوها احنا وصغيراتنا، صح بالشفاء ليكم من عندي انا. بعد شويه نرجع مع بعضنا نشوفوا هالاطباق هذيا الكل كيفاش باش تزين لنا كوجينه الماتينال. يعيشكم لي شيف اللي نعرف اللي برشا يتفرجوا فينا اليوم، يقول لك حبيبه ودوره وفاطمه اليوم وحشني والله العظيم طوريين كل شيء سلطه راهي سلطه راهي سلطه بي سي سامي ترابيسي. شقاو لك كان نشوفوا ريبورتاج صغير على ارفيا وومن اوورد ومن بعد نرجعوا. We'll be right back.
بالاساس هي فكره من فكرتي انا اللي هي كانت تخمرني منذ حوالي 4 سنوات والحقيقه بتاتر ما كانش ثم الظرف الموضوعي اللي باش يخلي التظاهر هذه تتنظم، الى ان التقيت صديقي صادق العريبي صاحب البراند التونسي ارفيا ناتور واللي الحقيقه مشكور تفاعل مع الفكره هذه، وبالوقت معناها تبنى الفكرة وأصبحت من تونيزيان وومن أوردز إلى أرفيا وومن أوردز اللي هي تكمر المتميزات من النساء في 9 مجالات. والحقيقة تحمست منذ البداية السيدة وداد بوشماوي الحائزة على جائزة نوبل للسلام سنة 2015 بأنها كانت لامارين الراعية المعنوية للتظاهرة، واللي الحقيقة معناها وجودها أثرى للتظاهرة وعطاها مصداقية كبيرة، بالإضافة إلى لجنة التحكيم التي تترأسها السيدة سونيا مبارك وزيرة الثقافة السابقة اللي مع رفقة خبرات نسائية كما شاهدتوا كل متميزة في مجالها. دليلة تم تكريمي، جو سوي لوريات دو بري أرفيا وومن أوردز اللي هو يعطيه تقريبا في 9 قطاعات، قطاع الإعلام كان متكرم اليوم الحمد لله، دونك تم تكريمي اليوم تقريبا كأحسن منشطة تلفزية، هذا شرف كبير ليا، شرف كبير للقناة التاسعة أيضا، ما ننساوش جابارتي أن سيت فامي، فرحة كبيرة لينا احنا كنساء، فرحة كبيرة كإعلاميات، فرحة كبيرة للبلاد اون جينيرال، وإن شاء الله هذه بروميير إيديسيون، إن شاء الله نشوفوا دوزيام إيديسيون تكون في نفس النيفو هذا، في نفس المستوى، في نفس التطلعات، خاطر كل شيء أون فان كونت يبدأ بحلمة، والحلمة هانا وصلنا لها اليوم، إن شاء الله يا ربي نحقق برشا أحلام واحدة أخرى إن شاء الله. حاجة جميلة وجميلة جدا انه جزء من بلادك يعترف بيك، اي على خاطر فما برشا حاجات تصير وما نحبوش نقولوا عليهم ونخبيوهم، اما فرحانه بيان سور، فرحانه برشا ومعملتها بالنسبه لي انا عنده قيمه كبيره برشا، خاطر جاي جوستومون من تونس، من بلادي، من سي بلادي. مهما يكون تكريم آخر اللي يجي بعده اليوم ولا بعد 100 سنة باش يكون هذا أكبر وأحسن وأجمل تكريم بالنسبة لي. هي أول دورة من الأرفيا ويمن أورد اللي باش يكرم نساء في مجالات مختلفة، حاجة فرحتني برشا، وديما الاعتراف بالجميل يفرح الحقيقة، احنا ما نشبعوش طمعين شوية، خاطر ديما يقولوا الناس يعطيك الصحة وموفقة وغيره، كلام حلو برشا، سي اون مانيير باش يعترفوا بالجميل للنساء اللي نجموا يكونوا قاطرات وإلا نجموا يكونوا ملهمات في المجال نتاعهم. الوغ سي سامي، هذه أرفيا وومن أورد، شنو تقصدوا بها التظاهرة هذه سورتو في دورتها الأولى؟ شنو هو المقاييس نتاع اختيار النساء اللي ضيفتوهم؟ احنا وين في النساء هذم؟ ما فهمتش. إي ما تدعوش. إي نعم جاي فوقي. صحة يا خويا صحة. هو تظاهرة أرفيا وومن أورد هي من الحقيقة ومعناها وبكل تواضع هي فكرة كانت تخمرني منذ تقريب 4 سنوات، ولكن ربما ما كانش فما الظرف مناسب معناه لتنفيذها، إلى أن معناها هكا تجمعني علاقة بسي صادق العريبي اللي هو مؤسس الماركة التونسية أرفيا ناتور، لأنه تظاهرة في بدايتها كان اسمها تونيزيان وومن أوردز، وبعد لقائي بسي صادق اللي الحقيقة تحمس للفكرة، ولأنه الفكرة هذه فيها دي فالور اللي هما دي فالور كومون مع البراند اللي هما التكريم، التميز، هذوما اشياء موجودين في ثقافة الماركة التونسية أرفيا. ولأنه اليوم أنت ما يخفكش اللي المرأة في تونس هي عماد المجتمع، و مش من اليوم، من لا أنا كنقول اليوم معناها أنا على مزيد التأكيد، أوكي،
ولكن انا مانيش باش انا مانيش باش ننازع لانه ستاتيو نتاع المراه التونسيه والحمد لله على ما فيه من نقائص هو يعتبر احسن ستاتيو بارابور للدول المجاوره له. الحمد لله. اليوم كي تشوف نسبه التمدرس، نسبه النجاح في البكالوريا، في التعليم العالي، في الاطباء، في كثير من المرافق العموميه تغلبت معناها المرأة بتموقعها على معناها بين إناث وذكور، نتحدث على إناث وذكور. واليوم كي نجيو نشوفوا كم معناها من تتويج على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي والدولي كان وراه المرأة. فكان لابد أنه مش نضعوا الأصبع ونقولوا للمحسنين أحسنت، فكانت جوائز التميز النسائية اللي المرأة متميزة ما شاء الله معناها ونحن حابين نخرج من المجالات التقليدية المرأة اللي في المنزل والأم اليوم فما مجالات المرأة قاعدة تشرف في تونس اللي نحن اخترناه اللي هما الأداب والعلوم الإنسانية الريادة في الأعمال المجتمع المدني والإعلام بشقيه السمعي والبصري الإنتاج الدرامي والسينمائي البحث العلمي البحث الرقمي الموسيقى والرياضة هذوما التسعة مجالات اللي وقع الاختيار عليه اليوم بالنسبة للدورة الأولى لأنه أنت ما يخفاش دورة تأسيسية لا يمكن أن نحملها أكثر مما تحتمل لأنه لفات باش لقينا مدام وداد بوشماوي ك مارين للإيفينمون معناها تحمست للفكرة واعطات صورتها وقيمتها الاعتبارية على أساس أنها الحائزة على جائزة نوبل لسنة 2015 ثم أنا نحب نشيد بدور لجنة تحكيم اللي ترأسته السيدة الوزيرة الثقافة السابقة السيدة سونيا مبارك بمعية كما أنا قلت وكما شفته في الروبورتاج قلت باقة من خيرة كفاءات تونس أراه مش كيما تقول المثل مش اللي في عينك أحلام من برا جاي كثير من الكفاءات اللي ما لقاوش حظ باش يكونوا في البلاتوات التلفزية اليوم عندنا كفاءات اليوم نحب على سبيل الذكر للحصر السيدة إيمان الرابحي كانت اللي هي دكتورة في البيوتكنولوجيا هي حائزة على جائزة اليوريال لليونسكو لسنة 2011 وهي كانت أول تونسية تحرز على هذا معناها التمييز الحقيقة واللقب إجمالا التظاهرة هذه باش تقول معناها شكرا للنساء المتميزات شو المتميز؟ المتميز اللي في مجالاتهم في مجالاتهم واللي نحن رجوع البقية تكملة للسؤال متاعك معناها لي كريتير جينيرو معناها المعايير العامه كانت التميز في سنه 17 و18 القيمه المضافه للقطاع اللي هي فيه والقيمه المضافه لتونس هذوما المعايير العامه ولكن تعرف اللي كل قطاع عنده معايير خاصه بيه فهمتك انت خاطر لهنا قلت سنه 2017-2018 ما لقيناكم توجدوا ناس زاد اللي حايزين على القاب في 2011 و2015 فهمت مثلا كيما شكون نعرف انت قلت لا لا ايمان الربح هي عضو في لجنه التحكيم عضو في لجنه التحكيم انا حبيت نذكرها اي لا لا حبيت سيسي ميتا انت قلت الفكره هذه عندها اربع سنين معناها شنو العقبات اللي جاوك باش انت ما عملتهاش في اربع سنين وتحكينا معناها في الدوره هذه شنو نستنيو في دورات اخرى والله شوف هو انا كي نقول هي موجود معناها لانه تنفيذ الفكره هذه يجب ان تلد كبرى حتى تستمر اليوم انت تعرف المال معناها يقوم على حسن تنفيذ تظاهرة يعني الفكرة وحدها اللي هي بكل تواضع ومش تواضع مزيف هي الفكرة معناها فكرة ما صارتش قبل هي يحتمل صارت في بعض الدول في العالم ولكن بالنسبة لنا أول مرة تقوم على تكريم النساء المتميزات يبقى أنه الأربع سنوات هذوما ما توفرتش الظروف الموضوعية معناها أنك أنت تلقى شكون يتحمس وانا نحب نجدد الشكر لسي صادق لانه تحمس للفكره هذه ومعناها توفرت لها ظروف ماديه ولوجستيه مكنتها من انها تخرج في ابهى حله لانه
ثم كذلك أنا نحب نشيد بدور السيدة نزيهة العبيدي وزيرة شؤون المرأة، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، لأنه الحقيقة قبلت أن توضع التظاهر هذه تحت إشرافها، وكانت معناها باش تكون حاضرة لولا التزامها مع المجلس المرأة العربية، معناها اللي هو جاء معناها في السياق معناها بتاع التظاهر. لكن أنا اللي نحب نقول اللي تظاهر بالمقارنة إن شاء الله السنة القادمة، واللي هي ستحافظ على شهر ديسمبر كموعد لها، على اعتبار أنه نحن سنترك المجال للسنة كاملة حتى معناها، لأنه ما نخبيش عليك هو ثم ما شاء الله معناها عندكم من التجربة ما يمكنكم تنجموا تشوفوا اللي مسألة المرشحات، لأنه أنت تعرف في البداية هي الموضوع هو مبني على المرشحات اللي نوميني. جستمان سي أستاذ سامي، هنا جيت السؤالي اللي أنا حبيت نفهم في الـ Women Awards هذي متاع أربيا، كيفاش يصير الانتقاء اللي باش تربح في كل مجال؟ هل أنه فما فوت وإلا فما دي نوميني، وهنا يجي اللجنة هي اللي تختار، وكيفاش تختار؟ دونك نحب نعرف لو بروسيسوس الكل. هو معناها التمشي اللي تعرف اللي هي كدورة أولى، معناها ديما الدورة الأولى ليش عما الدورة الثانية. يعني الدورة الأولى هو وقع ترشيح تقريبا في حدود 300 اسم على 9 قطاعات، إذا كان نخذينا بعين الاعتبار أنه في الإعلام في زوز مثلا هما 10 جوائز، يعني أنت الأسماء اللي هي مطروحة على الطاولة معناها في الأداب في غيره وكل لجنة تحكيم اشتغلت على ذلك. نجمو نعرفو شكون اللي يطرح الأسماء؟ والله يشوف الأسماء، اللجنة المنظمة كان عندها دور، لجنة التحكيم كان عندها دور، لأنه اليوم نحن الأسماء هي ما جاتش أسماء من خارج تونس، ولكن هما أسماء ناس خدمت في تونس، تميزنا في هاك الموسم هذاك سواء كان 17 ولا 18 ولا زوج مع بعضهم. ولكن ديما نبقى نقول اللي راهو الاختيار هذاك الحقيقة، وهذايا كان في معناها انا كنت شاهد عيان الحقيقه، كان ثم برشا استمعت لجنه التحكيم اكثر من 10 مرات، والحقيقه وصلوا لا وصلوا بالفوت اون باسو فوت. الحقيقه انا نحب النزه، وهذه مناسبه لانه انت تعرف اللي يحب يلوج لك على حاجه راهو، انا نحب النزه لجنه التحكيم لانها الحقيقه تعاملت مع الاسماء معناها تعاملت معهم بحياديه وحرفيه. ليش؟ لانه اليوم كما إيناس عباسي اللي هي الحائزة على جائزة التميز في الأداب، اللي الحقيقة سنة كذلك فازت بجائزة كومار ذهبي في معنا على رواية منزل بورقيبة على مجريات عملها، هي كانت ضيفة في معنا ملتقى للترجمة في قطر، كان ضيف على مجلس دبي. يعني الحقيقة اليوم ما نجموش نقولوا لا إيناس بوبكري في الرياضة ولا أمينة بندوة في معناها في الإعلام السمعي أو غيرها معناها من الأسماء اللي أنا نحب نوجه لهم شكري، بطبيعة الحال نوجه لهم شكر ونهنيهم مرة أخرى، واللي نحن اعتبرناهم من الدورة هذه هما السفراء للدورة القادمة إن شاء الله. سامي آخر سؤال. لا جست سؤال إن شاء الله عم جاي، فما مجالات أخرين جدد؟ هو والله يشوف أنا بكل صراحة، هو نحن الأسبوع هذا باش نعقدوا لقاء تقييمي باش نحن النجم ونبنيه عليه، لأنه الحقيقة ما خبيش عليك ما توفر ومنعش كان سمحت الفرصة وريتوا عنا موقع ويب من أحسن المواقع اللي معنا تخلق خصيصا واللي بيش يكون صالح للدور. www.rva-women-awards.com اللي هو الحقيقة موقع فيه كل المعطيات، ونجموا حتى يفوتيو يعطيو أسئلة. هو السنة القادمة نحن مبدئيا من الأشياء وبيش يكون يتوضع معناها ثم ترشحات، معناها ما عادش باش يكون للجنه المنظمه دور في اختيار الاسماء. ما نعرفش اسكو عندي الحق نقول لك تعطينا فكره على ارفيا لا كاب خدوي ولا سنوسي صادق. أنا هو الحقيقه انا معناها باش نتحدث على ارفيا الحقيقه هي معناها تعتبر مفخره لتونس، بقى انا باللي باش نتحدث عليها
ماهوش كيما باش يتحدث عليها صادق العريبي. من حبيت الناس وي تعرف سي كوا الارفيالي هي اون مارك، ماذا بينك تدخلوا معناتها الانترنت وتشوفوا، الى ان يكون بحثنا سي صادق ان شاء الله هو صاحب الشركه هذه يعطينا فكره اكثر على البرودوي الموجوده فيها. ميرسي بوكو سي سامي طرابلسي، نعاود نقول اللي هو صاحب فكره ارفيا وومن وورد في تونس، وان شاء الله باش تكون عاده في كل شهر ديسمبر. توي كنخرجوا فاصل ومن بعد نرجعوا.